اهلا بحضراتكم من داخل بلازا مهرجان الجونه في نسخته السابعه. يعني مش هقدر ابدا كلام الاول غير لما اتكلم عن الفنان الراحل الخبر اللي صدمنا كلنا منذ قليل، وهو وفاه الفنان القدير حسن يوسف عن عمر 90 سنه. يعني الحقيقه فنان كبير كلنا حبيناه وما نقدرش ننسى اعماله اللي هتعيش معانا سنين وسنين طويله جدا جدا. إدارة مهرجان الجونة طلعت بيان من شوية، يعني أعتقد من بعد خبر الوفاة بدقائق قليلة، وقالت في البيان إن ببالغ الحزن والأسى ينعي مهرجان الجونة السينمائي الفنان القدير حسن يوسف الذي وفاته المنية اليوم عن عمر ناهز 90 عام، تاركا بصمة لا تمحى في قلوب محبيه وفي تاريخ السينما المصرية والعربية. كان الراحل رمز كبير من رموز الفن، ترك خلفه إرثا فنيا أثرى شاشات السينما والتلفزيون وألهم أجيالا من الفنانين. نتقدم بخالص العزاء إلى أسرته ومحبيه ونسأل الله أن يتغمدوا بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان. يعني الحقيقة خبر حزين، زعلنا كتير جدا يعني الصبح كده خبر وفاة الراحل فنان كبير حسن يوسف. طيب ربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله ومحبيه ويساويه، ونرجع تاني مع حضراتكم لأخبار مهرجان الجونة. إيه اللي كان بيحصل عندنا في المهرجان؟ في رسالة يومية من تلفزيون اليوم السابع لحضراتكم. المهرجان كان امبارح حقيقة من الأيام اللي كان فيها عدد كبير من الفعاليات والندوات. حابب أتكلم برضو عن عدد كبير من الندوات اهتم بحضورها عدد كبير قوي من الفنانين على مدار اليوم. بدأت من الصبح بدري، من الساعة 11 الصبح امبارح كان في ندوة مهمة جدا 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 عن علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور. دي كان فيها كريم الشناوي المخرج، كان فيها بقى الفنانين نيلي كريم ويوسف الشريف، شريف عبد المسيح، سلمى الفوال، وكان الحوار بيديره مينا النجار. كان حوار أو كانت ندوة كامل العدد، كل الناس كانت موجودة فيها من الجمهور العادي والفنانين، عدد كبير جدا 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 من الفنانين كان حاضر الندوة دي علشان يستمع للفنانين وعلاقة الدراما بالمجتمع والفن شكلها بيكون عامل ازاي من خلال قضايا كتير ناقشها كريم الشناوي في أعماله، ناقشتها نيلي كريم في أعمالها، ناقشها يوسف الشريف في أعماله، فكانت ندوة الحقيقة مهمة جدا. طيب الندوة التانية برضو اللي كانت خطيرة يعني برضو لو حبينا نتكلم عنها، وهي لقاء من جديد السلم والتعبان. فيلم السلم والتعبان كان لي الحقيقة قبلها بيوم، يعني لو قلنا امبارح كانت الندوة، في أول امبارح كان في عرض لفيلم السلم والتعبان بعد 23 سنة من عرضه في شاشات السينما، رجع تاني يتعرض في مهرجان الجونة. انتوا متخيلين الرقم بعد 23 سنة؟ نوستالجيا كبيرة جدا جدا، الناس كلها كانت مستمتعة ومبسوطة جدا بخبر ان السلم والتعبان هيتعرض تاني في السينما. فتعرض في ثاني جونة، الناس كلها كانت مبسوطة. بعد ما تعرض بقى من كتر ما الناس حب الفكرة بتاعت عرض الاعمال القديمة، انا يعني مش عارف 23 سنة ده يتقال عليه قديم ولا لا، بس هو رقم كبير. ف 23 سنة وتعرض، فرجع يتعرض، قاموا عاملين ندوة بقى بتتكلم عن الفيلم السلم والتعبان. ايه اخبار السلم والتعبان؟ مين بقى اللي بيتكلم في الندوه دي؟ طارق العريان، محمد حفظي، حلا شيحه، هاني سلامه، والموسيقار الكبير هشام نزيه. الجلسه كان بيديرها اندرو محسن. فانت عندك هاني سلامه وحلا شيحه، عندك منتج الفيلم، عندك مخرج الفيلم، كلهم كانوا بيتكلموا عن فيلم السلم والتعبان. يعني الفيلم اتعرض في السينما، اتعمل له ندوة هنا يا شيتوس برضو، وري الناس مكان الندوات اللي احنا دايما بنحضر فيه مع حضراتكم. مكان الندوات ده المكان اللي بيبقى فيه كل الندوات على طول باستمرار، وفي ندوة دلوقتي شغالها هقول لحضراتكم تفاصيلها دلوقتي على طول. فبقول لحضراتكم الندوة اتعملت وكان في ريد كاربت للفنانين اللي موجودين في فيلم السلم والتعبان ده كان امبارح، وكان في عدد كبير كمان من الندوات. كان في ندوه كمان امبارح لاحمد مراد، الكاتب احمد مراد، مريم نعوم، وتامر حبيب، جلسه كان ادارها رامي عبد الرازق، برده كانت من جلسات اثريه جدا تحت عنوان التقريب ما بين الادب والسينما. طيب امبارح كان في ريد كاربت لفيلم مغربي الجميع يحب تودا، عملنا على تلفزيون يوم السابع لقاء مع نجمة الفيلم، البطلة بطلة الفيلم المغربية،
نقلنا لحضراتكم كل تفاصيل الفيلم امبارح في الريد كاربت قبل بدء عرض الفيلم، فده كان الفيلم المغربي اللي معمول له ريد كاربت امبارح. طيب ده النهارده بقى كان عندنا، النهارده عندنا ايه برضو علشان اقول لحضراتكم ايه اللي عندنا؟ عندنا ريد كاربت بالليل لفيلم جزائري اسمه 196 متر، ده هيكون الساعه 7 بالليل قبل عرض الفيلم الساعه 9 مساء، ده هيكون الفيلم فقبلها بساعتين تقريبا ريد كاربت برضو هنحاول نتابع مع حضراتكم كل التفاصيل. فامبارح مغربي، النهارده جزائري بعده، فتنوع كبير بيشهدوا فعاليات مهرجان الجونه على مدار ايامه. احنا دلوقتي تقريبا نص ايام المهرجان خلصت، يعني تلات خلاص، اربع خميس جمعه الختام، فخلاص يعني اكتر من نص الايام خلص. عندنا ايه الندوات النهارده؟ في ندوه شغاله دلوقتي، عندنا ندوه كانت شغاله الساعه 11 الصبح، كانت حوار مع سمر ششه واماني الجميل. دلوقتي الندوه اللي شغاله عن الافلام القصيره، اطلاق العنان لمستقبل الموهبه والابداع، دي بيتكلم فيها سامح علاء، صفية دي محمود، كميل فارين، سيموني باردوني، والجلسة بيديرها أو بتديرها آية دوارة. دي الندوة الثانية. أنا برضو حابب بس أقول لحضراتكم كل التفاصيل. في برضو بعدها حاجة عن رحلة الفيلم الوثائقي، في حاجة بعدها عن المواهب الجديدة وأضواء على نجوم الصاعدة، دي برضو جلسة جميلة جدا ومختلفة. في بعدها البرمجة في المهرجانات السينمائية، دي هيكون بيدرب فيها أندرو محسن الموهوب في الحتة دي واللي هي الجزئية دي لعبته. وقلت لحضراتكم احنا عندنا الفيلم الجزائري النهاردة 196 متر، دي هيكون الريد كاربت بتاعته الساعة 7 مساء، هنتابع كل التفاصيل دي فيها مع حضراتكم. أفلام كتيرة بقى على مدار اليوم بتتعرض، ده يعني من الحاجات اللي بيتميز بيها المهرجان، تنوع كبير في الأفلام من كل الدول، كل دول العالم لو نقدر نقول، علشان يقدر يوري الناس الثقافات المختلفة وصناعة السينما المختلفة بطرق مختلفة من جميع دول العالم. دي هتتعرض على مدار اليوم، بدأت من الساعة 11 ونص، الساعة 12، 12 وربع، 2، 2 وربع، 2 ونص، مثلا المعماري، برنامج الأفلام، ذاكرتي مليئة بالأشباح، أبناء، حصار المد والجزر، فيلم أبي، يا إلهي، آخر فتاة، ده هيكون استعراض، في قصة سليمان، رفعت عيني للسماء، ده هيكون الساعة 8 ونص مساء، ده فيلم لمدة 100 دقيقة، في أخيرا الساعة 10 مساء فيلم لمدة 140 دقيقة، فيلم اسمه فيلم المد. ده باختصار وببساطة الأفلام اللي هتكون شغالة النهاردة، موجودة النهاردة في فعاليات مهرجان الجونة النهاردة الثلاث 29، فهو كده كل التفاصيل حوالين اليوم بتاعنا، ايه اللي حصل النهاردة، ايه اللي كان عندنا امبارح، ايه اللي بنتابعه مع حضراتكم في البلاز دايما في فعاليات مهرجان الجونة. وزي ما بقول لحضراتكم بدأناها خبر وفاة الفنان الكبير حسن يوسف، ولازم ننهيها بأن احنا بننعي أهل وذوي وكل محبي الفنان الراحل القدير فنان حسن يوسف، ربنا يلهم أهل وذوي الصبر والسلوان. ده كان كل اللي عندنا من تلفزيون يوم السبعة، واشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء.